رئيس رابطة المشجعين مهدي الكرخي بصراحة تصنى به هو الآن بعده بالإمارات، على الرغم من خروج منتخبنا صار أكثر من 10 أيام، لكن بعده تليفون دق 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 والآن انغلق. خلينا نشوف المقطع الصوتي ونرجع نعلق عليه. عايز كرمك على 10,000 درهم وش عليهم هم؟ حتى الاتحاد شكرهم، الاتحاد سووا بيان شكروا الشيخ محمد بن زايد، حتى الاتحاد شكر الاتحاد. بس سواله هذا سواله ضجه قويه على العالم. لا بيها احنا بقى جمهورك وجمهور بقى تجد هناك وجمهور جايب لك واحد من الدرهم، هذول الجمهور من اسلم وظل حتى يبوسون القاع، واحد معتو شيت على دي باسي من الجمهور. ناس ما دارين بال بس انا من راح ارجع راح افلش الدنيا شدني ويا هذا كل عقل دي يسوي الشكل. اصحاب فضل عمي ناس اصحاب فضل هذا سواها ولا صحفيين ولا هذا علي سالم يسويش علي سالم؟ معقوله هذا يعني ما له زلم زينه؟ عيب هاي مثلم على هذا. شنو انت قول لي وشنو عود ولوتي هو؟ احنا العراق 7000 سنه حضاره، ايش عليها بالتكريم؟ والله سكوتكم على هذا جريمه. الحملة على كل الإعلام مو بس عليك، تاخذ موقف وقف وين ربعك، موقف سجل لك موقف، انت ابن عمي سجل لك موقف. فضيحة ولا جاي وانا. تحياتنا لمهدي المشجع، لكن انا عندي تعقيب على هذا الموضوع بكل حب وبكل مودة. هذا حديثك مع احد الإعلاميين، كنت اتمنى انه الموضوع ما يوصل لمسائل شخصية ولا يتشخصن. احنا موضوعنا اللي طرحناه موضوع وطن وسمعة وطن، ولذلك تحدثنا بهذا الموضوع. واذكر اني ما قلت رشوة ابدا، والحلقة شفتوها وموجودة على اليوتيوب. لكن هذا حديثك يا مهدي بيه تصريح واضح وبيه تهديد مبطن، ماكو زلم ماكو كذا، وهذا بيه تبعات قانونية وقضائية. حضرتك تقول ارجع وافلش الدنيا، فالموضوع بيه تهديد يا مهدي. أنا أسولف لك وأنت رئيس رابطة مشجعين منتخبنا الوطني، هذا تهديد. إنه وأنا أعتقد أنت في حديثك تقول البعض من المشجعين باسوا إيدي وباسوا القاع، هذه ما تليق بالعراق. العراقي ما يبوس إيد على موت كم ورقة. أما ما تعرف العراق تاريخه 7,000 سنة؟ طبعا، لأن حضرتك أنت ملتهي بقضايا الاستجداء في كل سفرة، وتروح وتعرف المن توصل والمن تمسح الأكتاف حتى توصل لمبتغاك. والدليل منتخبنا صار لعشرة أيام خارج من كأس آسيا، ومن خارج من كأس آسيا أنت بعدك بالإمارات، شنو الأسباب؟ والله يعينك، أنت راح تشجع من هناك في ظل هذا الموضوع. فموضوعة هذا الحديث ما يليق بيك مهدي، وأنت مو وصي على الإعلاميين. الإعلامي صاحب رسالة سامية، إحنا أخوان وزملاء، قد نختلف قد نخطئ ونبرر وبالتالي نرجع أخوة. أنت مو وصي عليهم في ذهابك واستلامك مبالغ من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ومو وصي عليهم تطب لهم على الواتساب والدز بصمات صوتية يلا سووا حملة على علي سالم، فلشوا الدنيا حرقوا الدنيا. ما تليق بيك هذا الحديث، وهذا بتهديد أكرر يا مهدي، والتهديد مو صحيح. أنا إعلامي أنتمي لمؤسسة الفرات، وبالتالي القضاء والقانون هو جاي يسمع ويشوف ويرى، وهو بيني وبينك كابتن فيصل سمعت الحديث، ولك التعليق.